امتى اقول ان انا فعلا محتاج تدخل طبيب، امتى اقول لا القلق اللي عندي ده مش قلق عادي، والاعراض اللي بتميز هذا المرض، خلينا نقول المرض القلق. القلق لما او اي مرض عموما، القلق او غيره، لما يؤثر على كفاءة الانسان في اداء اعماله سواء الدراسية او العملية كموظف او كطالب، دي تتطلب العلاج. واحد مثلا مش قادر ينام، يجي في الشغل رايح بقى مصدع ومش داريان بنفسه، وينام بقى في وقت الشغل، يروح ميعاد الشغل يديله تاخير، يديله جزاء، خصم ايام، مش في مشكله. جاينا من جوه الامتحان راح منه سقط بعد ما كان يجيب مثلا امتياز، بقى جاب مقبول مثلا او جاب ضعيف. لا لا، دي حاجات بقى خطيره، دي لازم تدخل فيها لمده قد ايه؟ بعد ما كان بيجيب 95% جاب 65%. ممكن اي حد عادي ليله ما يعرفش ينام، في حاجه شغلاه، عشان كده احنا لكن من ضمن الشروط الاساسيه اللي احنا كنا قلناها في الجنرالايز، ما هو دي انواع جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر، لازم 6 شهور متصله عشان تشخصي هذا المرض. صحيح. سوشيال فوبيا احنا قلناها، الاجتماعي او الخوف من الغرباء او من الناس او 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 في البانيك ديس اوردر اللي هي نوبات الهلع والذعر والرعب اللي هي اللي بتحصل من قلنا من 10 دقائق لعده ساعات. صحيح. فدي نوع من الانواع، فيعني الى حد ما كل صنف منهم بيبقى ليه نوع من انواع العلاج بيختلف عن غيره. بس